ايه القذيف اللي نزل؟ ايه هلا هلا طالع صور قذيفي مدفعي بوزليكا يا اما قذيف 22، والاهم من هالشيك اللي ان صديقه. شو ان صديقه؟ صديقه. تعال انا اصور اثار الجريمه. تعال سامي. لا من تحت وانا طالي. ما البي طابي. شو وقيت ايه؟ كأنه هالبلوك كله ما كان موجود. جايينك شوي شوي. مريخ الموت يا زلمة. خون هدي. كأن في مياه متنقية. خون خربت كلها. هذا شو اللي سويته كذا؟ هاي ال من المطبخ يا اخي شو استقريت هون؟ ما انت هي اخر طابق ضربيته. لا هسه الاثار التدميري اعلى فوق. ايه لان طعمنا روي. لك حكم على حكى العميد قال ضرب بين التأمينة. لا حكى اللي ورا عصر قال شو بدك انت تضربك ايه؟ قيل اللي بناء التأمينة قالوا لي دورت ابوي. ايه شو تبع المدفعي تهمانا التأمينة دورت كم انت والله هي جاي ضربه انه ضربه لانه ضربه بيستروح السيف فجاه اكون وراي. ايه مضبوط حكي حسيت عليه. ايه يا ضرب القذيفه بالنهر. شديد شديد ارفع ال اكو غيمنا خرج لي عبوه كأنه البلوك مهدود جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. دور على عمهلة عمهلة شمل الحيط عمهلة. خليني استوعب الموضوع أنا قريه. ليك ليك الحيط كيف مين؟ ثلاث غرف انفتحوا على بعض. ثلاث غرف انفتحوا على بعض. يا محمد ولو وين اللي نزل من هون؟ ايه ايه علي يا علي تعال شوف من النادي تعال بتقول لي في فتحة ثقة. ايه انت يلعن شو دقة هالرمية يا زلمة علي وينها؟ مين النادي هي؟ ليك تعال شوف تعال من الطلاق اللي هوني ليه؟ شايف هي مو مادي لفوق نازل من الطلاقة. والله ليك ضارب يا حرف الطلاقة. ليك ضارب على حرف الطلاقة تماما. شفت؟ ضارب على حرف الطلاقة ونازلي. يعني لو جاي على السطح ما سبب كل هالتدمي. لا انت ما شو ثلاث غرف فتحتها على بعض ولو؟ اما ليك مفتت الدنيا هون يا زلمة. تعال ولو سامع. شو؟ ما لقينا ولا خزي. شو بدنا؟ اي خزي. وين؟ شظايا ما لقينا. انا بالي والله ما له هي هلا كان هون في حيط يمكن ما حيط البقيه بحياتكم حيط اثنين ثلاثه اربعه خمسه ثلاثه اثنان جوا هلا هاي اثنان خالصين يلا البقيه علي لك من هنا انزل لا تقول طلع فوقك شفت الطلاقه اللي هدي منها بس بدي قالت هذا من نين جاي؟ هذا من نين جاي؟ بحظ تدمير هائل الله كبير واجت القلب جبت مفتت الدنيا
مصور الجميل. لكن شوف صورة الحديد المكسرة يا زلمة، تقول يطلع هذا. هذا ما بينزل فيك. طلع ليه؟